بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ وتلميذات المستوى الخامس، ها نحن نلتقي مجددا مع تصحيح نص الشكل والتطبيقات الكتابية. سنبدأ على بركة الله، انتبهوا معي. سنبدأ أولا بتصحيح نص الشكل. صححوا معي بالقلم الأخضر أو قلم الرصاص على دفاتركم. أولا ينبغي شكل العنوان، إذن عصامية امرأة قوية. المطلوب منكم شكل الفقرة الثانية. سوف ننتقل للفقرة الثانية، انتبهوا معي. تقول فاطمة: أنا أعرف اليوم أنه باستطاعتي أن أكون شخصا منتجا نافعا وأقوم بالكثير من الأعمال. أنا أدرك دوري في الحياة وأعرف بكل تأكيد أنني لا أختلف عن غيري من النساء. أتعب كثيرا وأشقى، ولكن هذا غير مهم، لأن جميع النساء يقمن بالشيء نفسه. أعمل نهارا في المحترف، وبعد ذلك أهتم بزوجي وولدي. أستطيع تحمل العبء، ولا أرجع التعب الذي أشعر به إلى إعاقتي. لكن ما يزعجني هو أن نظرة الناس إلي لم تتغير، وما زال يدهشهم أن أكون متزوجة وأما لولدين. أليس هذا ظلما يا ناس؟ والآن سوف ننتقل لتصحيح أسئلة الفهم. سوف نبدأ بأجيب. مما حرمت فاطمة بسبب داء الشلل؟ الجواب: حرمت فاطمة بسبب داء الشلل من القدرة على التنقل داخل أو خارج المنزل. سؤال ثاني: ما هي الفائدة التي جنتها من التحاقها بمركز الأطفال المعاقين؟ الفائدة التي جنتها من التحاقها بمركز الأطفال المعاقين هي التعلم والتكوين المهني، وحصولها على وظيفة بالمركز نفسه بعد تخرجها. السؤال الثالث: لم تتأثر فاطمة بالإعاقة وإنما بأمور أخرى، ما هي هذه الأمور يا ترى؟ أعزائي، تأثرت فاطمة بنظرة الناس إليها واستغرابهم من أن تكون متزوجة وأما لولدين. الآن سوف ننتقل إلى أشرح باء. شلل الأطفال. ما المقصود بشلل الأطفال؟ شلل الأطفال هو توقف تام في أحد أعضاء الجسم عن العمل، أو ما يعرف بكسح الأطفال. مكثت يعني جلست. يؤمن التعليم الابتدائي، يوفر التعليم الابتدائي. يزعجني، يقلقني. والآن سوف ننتقل إلى جيم. ائتي بأضداد الكلمات التالية: المعاق، ما ضده؟ ضده السليم. مستهلك، ما ضده؟ ضده منتج. تقليدية، ما ضدها؟ ضدها عصرية. والآن سوف ننتقل لتصحيح التطبيقات الكتابية. لنبدأ بالسؤال الأول: أملأ الجدول بما يناسب من النص. إذن المطلوب استخراج اسم الزمان واسم الآلة واسم الفاعل واسم المفعول، لا بد من التذكير بهما. إذن اسم الزمان يدل على زمان وقوع الفعل، وهو يساغ من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. بالنسبة لغير الثلاثي يساغ على اسم مفعول، وثلاثي يأتي على وزن مفعل أو مفعل. اسم الآلة يدل على الأداة التي وقع بواسطها الفعل، له أوزان: مفعل، مفعال، مفعلة، فعالة. هناك بعض أسماء الآلة جامدة، أي لا يكون لها فعل، مثل فأس، سيف، قلم. اسم الفاعل يساغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، واسم المفعول على وزن مفعول. ويساغ اسم الفاعل غير الثلاثي بتحويله
ياء المضارع عميما مضمومة وكسر ما قبل آخره، واسم المفعول نقوم بفتح ما قبل آخره. إذن اسم الزمان الموجود في النص هو موعد على وزن مفعل. الفعل هنا أصله هو وعد. مثال واوي. اسم الآلة هو الإبرة، وهذا الفعل هو جامد، وهذا الاسم هو جامد أي ليس له فعل. اسم الفاعل موجود في النص داخل خارج نافع منتج. نافعا كتبتها مرتين. اسم المفعول محترف محترف. سؤال ثاني، أخاطب بالجملة التالية الجمع بنوعيه، المقصود أنتم وأنتن. الجملة المطلوب تحويلها، أنا أعرف اليوم أنه باستطاعتي أن أكون شخصا منتجا نافعا. أنتم تعرفون اليوم أنكم باستطاعتكم أن تكونوا أشخاصا منتجين نافعين. أنتن تعرفن اليوم أنكن باستطاعتكن أن تكن شخصيات منتجات نافعات. سؤال ثالث، أملأ الفراغ بما يناسب من هذه الأسماء، دقائق، المطرقة، أمامة، المبراغ، المنشار، موعد. إذن وقف النجار أمام الباب المكسر يفكر في طريقة لإصلاحه. انتظر موعد انصراف المتعلمين. أخرج البراغي والمبراغ والمسامير والمطرقة وقطعة من الخشب المسطح والمنشار، وما هي إلا دقائق حتى أخذ الباب شكلا جديدا. رابعا، أستخرج من النص جملة النداء وأذكر الأداة ونوع المنادى وإعرابه. إذن المنادى، ما هو المنادى؟ إذن المنادى هو الاسم الذي يقع بعد أداة النداء. من أدوات النداء آ، يا، أي، هيا. والمنادى تعرفنا فيه على حالات. ما هي هذه الحالات التي تعرفنا عليها؟ إذن تعرفنا على الحالات التي يكون فيها المنادى مبنيا على الضم، وذلك في العلم المفرد والنكرة المقصودة، وحالات يكون المنادى فيها منصوبا، وذلك في النكرة غير المقصودة والمضاف بدأ أيضا والشبيه بالمضاف. إذن الجملة الموجودة في النص هي يا ناس، الأداة هي يا، المنادى هو ناس. نوع المنادى، بما أنه جاء مبنيا على الضم فهنا لدينا نكرة مقصودة، إذن إعرابه مبنيا على الضم. المطلوب منكم استخراج جملة تحتوي على مفعول فيه. إذن يوجد في النص ثلاثة جمل. أول شيء، ما هو المفعول فيه؟ المفعول فيه يسمى ظرفا، وهو نوعان، إما ظرف زمان أو ظرف مكان. إذن الجمل الموجودة في النص، أعمل نهارا في المحترف. إذن نهارا هو ظرف زمان. مكثت فيه سنوات، سنوات هو ظرف زمان. منذ صغرها، منذ أيضا ظرف زمان. ننتقل إلى السؤال رقم 5، الإعراب. الجملة المطلوب إعرابها، مكثت، مكث فعل ماض مبني على الفتح، وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فيه في حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر الاسم المجرور. إذن فيه جار ومجرور. سنوات مفعول فيه، وهنا جاء ظرف زمان منصوب بالكسرة النائبة عن فتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أميز بين المنادين التاليين، يا خطيبا أفصح. إذن المنادى هنا خطيبا، جاء منصوبا، إذن نكرة غير مقصودة. اتق الله يا رجل، رجل جاء مبني على الضم، إذن نكرة مقصودة. سؤال 7، استخرج من النص المضاف إلى ياء المتكلم، المقصود هنا إضافة الياء إلى الأسماء بمعنى أنا، وإذا أضيفت ياء المتكلم إلى الاسم كسر آخره
كذلك إذا أضيفت ياء المتكلم وكانت مسبوقة ياء المنقوص أو ألف التثنية أو الجمع وجب فتحها. إذا السؤال رقم 7، استخرج من النص المضاف إلى ياء المتكلم. المقصود هنا الأسماء: زوجي، ولدي، إعاقتي، دوري. ثامنا، المطلوب رسم الجدول على الدفتر وملؤه حسب المطلوب. عند التحويل من الوورد إلى PDF انقلب الجدول. سوف نبدأ من هنا بالمفرد: صديقي، إذا أضيفت الياء. صديقايا، أصدقائي في المفرد. محترمي، محترم في المفرد. الكلمة أصلها محترم، أضفت الياء أصبحت محترمي. محترمايا في المثنى، محترماني، حذفت النون وأضفت ياء عليها فتحة. إذا محترمايا، محترمية، محترمون، حذفت الواو والياء وأضيفت ياء مضاعف عليها تضعيف. طاولتي نفس الشيء، طاولتايا، طاولاتي، هنا لأنها جمع المؤنث. واجبي، واجبايا، واجباتي. مقهى في المفرد، عندما أضيف إليها ياء المتكلم تصبح مقهايا. إذن في المثنى سوف تصبح مقهيايا، يعني اثنان. مقاهية في الجمع. سؤال 9، الإعراب. يدهشهم، إذن يدهش فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذن انتبهوا، دائما أردد على مسامعكم، إذا اتصل الضمير بالفعل ماذا يعرب؟ يعرب مفعولا به، وإذا اتصل بالاسم ماذا يعرب؟ يعرب مضاف إليه. إذن ركزوا على هذه النقطة: أن حرف نصب مبني على السكون، أكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. متزوجة، خبره منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا أكون قد أنهيت.